السيسي في روسيا لبحث العلاقات بين البلدين. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى مدينة سوتشي على البحر الأسود في أول زيارة رسمية له إلى روسيا، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار مدينة سوتشي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف. واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيسي في مقر الرئاسة الروسية بسوتشي لبحث أهم القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر. ومن المتوقع أن يتفقد الرئيس السيسي المنشآت الأولمبية في سوتشي. أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل في زيارة رسمية إلى روسيا إعجابه بالمرافق الأولمبية في مدينة سوتشي الروسية، حيث بدأ برنامجه بزيارة الكتلة الجبلية في كراسنايا بوليانا. وشكر الرئيس المصري الحكومة الروسية على إتاحة الفرصة للتعرف على هذا المجمع الرياضي الفريد من نوعه. للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة معنا على الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير خارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني في الأونة الأخيرة جمعت علاقات تبدو مميزة بيننا وبين روسيا بعد فترة من التباعد أو العلاقات الباردة فيما بيننا. تقييم حضرتك أسباب عودة هذه العلاقات التي تبدو دافئة إلى حد كبير؟ يعني الزيارة التي قام بها أو التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو اليوم زيارة واعدة من واقع متابعتنا لوقائع المؤتمر الصحفي المشترك بعد ظهر اليوم، وأوضح الجانبين إنه يتم البناء على تراث كبير في مجال هذه العلاقات، تراث تاريخي من العلاقات التي عززت المصالح المشتركة بين الشعبين الروسي والمصري والحكومتين الروسية والمصرية. مجالات التعاون الثنائي بين البلدين مجالات متعددة، ومنها على سبيل المثال إقامة منطقة صناعية في قناة السويس، منطقة صناعية روسية، كذلك التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وكذلك التعاون في مجال علوم الفضاء والسياحة. وأشار الرئيس بوتين إلى أنه أعداد السائحين الروس مرشحة لزيادة كبيرة في القادم من الأيام، يبلغ عددهم في البحر الأحمر 2 مليون سائح روسي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد. ولا شك أنه ارتفاع أعداد السائحين الروس سيساهم في إعادة تنشيط النشاط السياحي في مصر. هل من الواضح يا فندم وجود اي مجال تعاون في المجال العسكري ام انه لم يعني يتم الخوض في هذا مباشره او صراحه؟ على في اشاره من الرئيس بوتين لهذا الموضوع، كما اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في اجتماع اللجنه المصريه الروسيه المشتركه في مارس الماضي تم الاتفاق على تعزيز التعاون في كافة المجالات. وأنا أتصور أنه التعاون في المجال العسكري من حيث المبدأ تم إقراره، لكن طبعا في الموضوع دوت بيبقى مرهون بحسابات وتخطيط للقوات المسلحة. لكن الزيارة أكدت أن الإرادة المشتركة متوافرة لتعزيز العلاقات المصرية الروسية في عالم متغير، في عالم لم يعد تسيطر عليه قوة واحدة، عالم متعدد القطبية. ويعني أنا متفائل بنتائج هذه الزيارة إن شاء الله، وهتصب بصورة مباشرة في مصلحة الشعب المصري. وقبل أن أنهي إجابتي على سؤال حضرتك، أود الإشارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح في المؤتمر الصحفي أن روسيا ستعاون مصر في تنشيط وإعادة تأهيل العديد من المصانع التي كانت قد أقيمت في الحقبة الذهبية للعلاقات المصرية السوفيتية في الخمسينات والستينيات من القرن الماضي، ومن ضمنها صناعة الحديد والصلب في حلوان. وده شيء يدعونا للتفاؤل بمستقبل هذه العلاقات اللي هتكون مزدهرة إن شاء الله
لصالح الشعب المصري والشعب الروسي وكافة الشعوب العربية. سيادة السفير هنا بنتكلم عن مصانع كانت قطاع عام في الفترة الذهبية لمصر، والقطاع العام يعني قصد القضاء عليه وتصفيته خلال السنوات السابقة. الآن هل هناك بارقة أمل أن هناك عودة، مش هنقول بقى لقطاع عام ولا نظام اشتراكي صرف، ولكن هنقول لتوجه ما لحفظ حقوق العمال المصريين اللي طالبوا كثيرا بحفظ حقوقهم وتظاهروا ثم مالوا إلى وقف التظاهر للصالح العام؟ الرئيس السيسي أوضح في المؤتمر الصحفي اليوم أنه 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 القطاع العام، إحنا بنعيد تأهيل القطاع العام. القطاع العام في غاية الأهمية وضروري جدا في مصر، لكن يجب أن يكون عندنا قاعدة صناعية كبرى. القطاع العام في الستينات هو كان بيمثل القاعدة الصناعية الكبرى، ونحن المطلوب مننا نحن نعيد تأهيل القطاع العام بحيث يستطيع أن يتنافس مع كبريات الشركات العاملة في مصر أو في العالم العربي أو في أي منطقة من العالم. أنا بشكر حضرتك سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الروسي السابق، ونرجو فعلا أن تكون بداية لإعادة ترسيم العلاقات بين مصر ودول العالم وعدم الاعتماد على قوة واحدة، ويا رب يكون ده فعلا في صالح الاقتصاد المصري، إن شاء الله يكون كده بإذن الله.